السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. دونك اليوم او الان مع الكونترول الرابع، النموذج الرابع على قناتكم. دونك اول حاجة قلنا كما مر معنا في النماذج السابقة، اللي ما شاهدها شخص ضروري يشاهدها باش يزيد يستفيد اكثر. ما تكتفيش بكونترول او اثنين، أو تخدم ثلاثة أو أربعة كما هو موجود في القناة. إذا أول حاجة نكتبو لو نو ديالنا، النسب، لو برينو، الاسم ديالنا، وما نساوش لا كلاس، وما نساوش الجروب أو الرقم أحيانا. دونك إشارة هنا، الوقت دائما، الوقت بالنسبة للفيزياء هو في الكنترول تكون في ساعة واحدة. ليكزارسيس 1، من طبيعة الحال ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الكل والمشاركة مع الأصدقاء باش يوصلكم كل شيء. هذا ما تكونش في كونترول ياك، تبارك الله عليكم، ولكن حاولوا تدعموا القناة ديالكم، الله يرضي عليكم. ونبداو دونك ليكزارسيس 1 عليه 8 نقاط، وهذا في الغالب دائما ليكزارسيس الأول تكون عليه 8 نقاط. أولا، كلاسي لي مو سويفون اون اوبجي اي ماتيريو. كما شفتوا هذا تقريبا نفس السؤال اللي مر معنا في الكونترول السابق، يعني نرتبوا هذه الكلمات هذه اللي عندنا هنا في هاد، واش اوبجي ولا ماتيريو. اول كلمه عندنا لو كايي، لو كويفر، لو فير او باسي، يعني الحديده، الحديده تنحدوا بها الحوايج، لو فير الزجاج، لو ستيلو قلم، لو كاواتشو الجلد، لو بيسيكليت كتعرفوا البيسيكليت البيكالا، لو كوتون اللي هو القطن. دونك اول كلمه عندنا هي لوكي، وقلت لكم انا ديما باش نعرف واحد الجي واحد لو كور واحد الجسم معين واش راه اوبجي ولا ماتيريو، كنقول واش عنده اون، واش عنده اون فونكسيون بريسيز. دونك الا كان عنده une fonction précise. اول شيء نطرحو عليه لا كيسيون سوي، واش عنده اون فونكسيون. دونك واش عنده اون فونكسيون بريسيز ولا لا؟ الا كانت عنده اون فونكسيون بريسيز راه اوبجي، يعني كان عنده واحد دور محدد راه اوبجي، ما كانش عنده دور محدد راه ماتيري. لو كاي انا قلت لك الدفتر، الدفتر شنو الدور ديالو؟ كنكتبو فيه. واش ممكن نستعمل الدفتر باش نصنع شي حاجه؟ لا. دونك الدفتر عنده واحد الفونكسيون محدده اللي هي الكتابه، دونك راه اوبجي. دونك لو كاي عندي في لي زوبجي ونكتب لو كاي. اسمحوا لي شويه، هادي شي الكترونيك. دونك لو كاي c'est un objet. Ensuite, le cuivre. قلت لك النحاس. النحاس واش عنده اون فونكسيون بريسيز، عنده واحد الدور محدد؟ لا. ممكن نستعملوه بزاف د الحوايج، ممكن نستعملوه في الاسلاك الكهربائيه، ممكن نستعملوه في الروبيني، ممكن نستعملوه بزاف د الحوايج. دونك سي ان ماتيريو. دونك لو كويفر ماتيريو. اونسويت لو فير ا روباس، الحديده اللي كنحدو بها الحوايج. دونك سي ان اوبجي. علاش اوبجي؟ لانها عندها اون فونكسيون بريسيز، عندها واحد الدور محدد. ندوزو لو فيغ الزجاج. الزجاج ممكن نستعملو في النوافذ ديال السيارة، ممكن نستعملو في النوافذ ديال البيت، ممكن نستعملو في بزاف د الحوايج. دونك ما عندوش اون فونكسيون بريسيزي، دونك راه ماتيريو. واضح؟ تري بيان. لو ستيلو عنده اون فونكسيون بريسيزي، عنده اون فونكسيون بريسيزي اللي هي الكتابة. دونك عندنا هنا لو ستيلو مع لي زوبجي لان عنده اون فونكسيون بريسيز. لو كاواتشو، لو كاواتشو عنده اون فونكسيون بريسيز، ممكن نستعملو في بزاف د الحوايج، ممكن نستعملو في العجله ديال السياره، في العجله ديال الدراجه، ممكن نستعملو بزاف د الاستعمالات. دونك راه ماتيريو. دونك كاواتشو، لو كاواتشو سي ان ماتيريو. لو لا بيسيكليت اللي هي الدراجة، لا بيسيكليت سي ان اوبجي معروفة، الدراجة سي ان
c'est un objet. علاش objet لأن عندها une fonction précise. القطن القطن ممكن نستعمله بزاف الحوايج donc c'est un matériau. واضح؟ Très bien, تبارك الله عليكم. On passe. Mets une croix, يعني ضع علامة dans la case qui convient. ضع علامة في المكان المناسب. Propriété matériau. Donc, عندنا propriété recyclable, conducteur d'électricité, isolant de la chaleur, opaque, transparent. Le verre. Donc, أول حاجة عطانا لي ماتيريو هنا وعطانا هنا لي بروبريتي الخواص ديال كل جسم. Donc, recyclable هي قابل لإعادة التدوير. Conducteur électrique موصل الكهربائي. Conducteur de la chaleur موصل الحراري. Opaque يعني معتم لا يسمح مرور الضوء. Transparent يسمح مرور الضوء. ولاحظتوا هاد الخاصيات هذه ركزت لكم عليها في الملخص. قلت لكم راه ضروري تحط. وهاي عندنا في هاد الكونترول. Donc, le verre, واش ريسيكلابل؟ وي. كاع لي ماتيريو اللي قرينا سو سون دي ماتيريو ريسيكلابل. Donc, le verre ريسيكلابل, le plastique ريسيكلابل, les métaux sont recyclables. Les verres زجاج واش موصل كهربائي كونديكتور الكتريك لا بلاستيك كونديكتور الكتريك لا لي ميتا كونديكتور الكتريك وي سو سون دي بون كونديكتور يعني موصل جيد كونديكتور دو لا شالور لو فير كونديكتور لو فير زجاج وي دونك عندك كروا ولكن موفي كونديكتور موصل هذه بلاستيك لا لي ميتا سون دي كونديكتور وي تري بيان كونديكتور دو لا شالور اوباك لو فير اوباك معتم نو Le verre transparent. يعني كيسمح مرور الضوء. Le plastique transparent. Opaque. ندير كروا هنا في opaque. وندير كروا في transparent. لأنه ممكن يكون opaque. ممكن يكون transparent. Le métal. Le métal. Opaque. ممكن le métal يكون transparent. لا. C'est clair? Très bien. Donc, هاد les propriétés خصنا نميتريزيو. Ensuite, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. نتم هذه الجمل باستعمال هذه الكلمات. دائما لاحظوا كركزوا لنا على اتمام الجمل كركزوا لنا على الدرس الثاني اللي هو لي زاتوم اي لي زيون. عندنا انيون اللي هو هذاك الايون نيجاتيف نيجاتيف وعندنا لو مو نيجاتيف هذه وعندنا غانيي يعني ربح وعندنا نويو وعندنا نويو هي نويو بوزيتيف هي بوزيتيف يعني شحنه موجبه وعندنا الكتريكمو نوتر اللي هي لا شارج كتساوي زيرو دونك لاتوم اي كونستيتي د نويو لاتوم كتكون من نواه كي بورت اون شارج كي داير لا شارج ديال النويو اي بوزيتيف لا شارج ديال النويو اي بوزيتيف انت ما تعمرش بستيلو حمر عمر بستيلو ازرق كليير دابا انا كنعمر بالسلو الحمر غير باش تبان لكم اي دي شارج كي بور دي اي دي دونك لاتوم اي كونستيتي د نوايو كي بور اون شارج بوزيتيف اي كي بور دي شارج نيجاتيف دونك هنا خصو يكون دي زيليكترون دونك عندنا النوايو عندها اون شارج بوزيتيف وعندنا دي ما عطاناش هنا الكترون ياك على ما كيبان ليا دونك نخليوها ما نجاوبوش على هذه نخليوها بلاتي توضح لينا الامور سبق ليا وقلت لكم دائما ملي تكون عندكم الجمل على شكل فراغات على شكل نحاول نقرا لا كيسيون كامل انا هذا خطا درته بديت كنجاوب مباشره ومني بان ليا انني نقدر نخطا وقفت وقلت حتى نكمل دونك انسويت ان مونو اتوميك اي ان ايون نيجاتيف كي ريزولت دان اتوم كي ا un ou plusieurs électrons. Ensuite, l'atome A. Donc, هذاك اللي كوم هذا الفراغ هذا راه ما تبينش ليا ما كاينش الكلمه المناسبه هنا كي بورت دي شارج دونك هنا كيهضر هو على لي زيليكترون باينه كيهضر على لي زيليكترون كي بورت اون شارج نيجاتيف يعني اللي عندهم شحنه سالبه اللي هما لي زيليكترون دي زيليكترون هنا الكلمة محذوفة خصو يضيف نضيف واحد الكلمة هنا اللي هي لي زيليكترون
ولا إلكترون. سي كلير؟ دونك هنا خصنا نضيفو ديك الكلمة ديال لي زيليكترون. Très bien. Ensuite, un monoatomique. Donc, je voulais qu'il y ait un monoatomique ou un anion. Donc, il y a un cas, je voulais qu'il y ait un anion monoatomique qui a, ou un atome qui a gagné, attendez le mot gagné, aïe, le mot gagné, un ou plusieurs électrons. L'atome est électriquement neutre. Elle est électriquement neutre, qui est électriquement neutre. Yani, d'émission directe, ça oui, zéro. Donc, là, on a le mot noyau. Normalement, ça, c'est qu'on a le mot noyau, qui est ce qu'on fait le mec là, les électrons. ايوا شي اللي بان ليا ما بان لكم شي حاجه اخرى شي صحيح ولا خطا ماشي هي هذيك في لي كومونتير. المهم انا هادشي اللي بان ليا. لا كيسيون 4 غولي بار فلاش. عندنا لي مو هنا وعندنا هنا لي سامبل. دونك عندنا نيميرو اتوميك. شكون هو لو نيميرو اتوميك؟ هو زيد. دونك ندير لا فلاش هنا شارج دان الكترون. لا شارج ديال الالكترون هي ودان الكترون واحد ماشي ديال لي الكترون هي موان اه. لا شارج دو نوايو هي هادي ولا شارج لو سيمبول ديال ليون ديال الكلور هو هذا. هادي بسيطة جدا. كومبليت لو تابلو. كومبليت لو تابلو سويفون. عندنا اف او دو بلس سي او 3 دو موان. دونك هادو سو سون دي زانيون اي دي كاتيون. ولكن عندنا دي زانيون مونو اتوميك. ركز عليه بزاف في الريزومي. رجعوا للريزومي راه عندكم في لاشين. دونك مونو اتوميك قلنا هي احادي الذره وبولي اتوميك متعدد الذره ومونو اتوميك هذا كاتيون وهنا انيو. دونك انيو كتكون عنده شارج موان وكاتيون كتكون عنده شارج بلس. دونك هذا عنده شارج موان وهذا عنده شارج بلس. ومونو يعني احادي. مونو هي مونو احادي يعني احادي شنو احادي الذره وهذه بولي متعدد الذره نفس الشيء هنا لكن هنا انيو هنا كاتيون. دونك نبداو الاولى اف او دو بلس هذا كاتيون. اذا هنا في هذا الخانه غيكون ولكن علاش يكون واش يكون هنا ولا يكون هنا؟ غادي يكون هنا. علاش؟ لانه كتكون من ذره واحد اللي هي ذره نتج على ذره الحديد. اذا هذا ايون الحديد الثاني نتج عن ذره واحده. سي او لاحظوا في جوج ذرات فيه الكربون وفيه الاكسجين لكن عندهم موان. دونك عندهم موان حنا هنا وحنا هنا بالضبط في بولي اتوميك لانه متعدد الذرات. سي او 3 دو موان دو موان ان 3 موان. اذا حنا دابا موان حنا في لي زانيون وعندو ذره واحده. اذا راه ان 3 موان عباره عن مونو اتوميك. اونسويت ندوزو اش 3 او بلس. اش 3 او بلس كما كتلاحظوا فيه مجموعه ديال الذرات فيه ثلاثه ديال الهيدروجين وفيه وحدة ديال الأكسجين. إذن هذا راه وعنده شارج بلس راه كاتيون. إذن بولي أتوميك. علاش؟ لأن فيه مجموعة ديال لي زاتوم. سي آر دو فيه سي آر دو كروم وفيه أو أكسجين سبعة. إذن هذا وعنده شارج موان دونك راه أنيون أنيون بولي أتوميك. زد إن دو بلس كما كتلاحظوا عنده شارج بلس دونك راه كاتيون. وبما انه كينتج على ذره واحده اذا راه هنا دونك زد ان دو بلس. اف موان نجاوب مباشره لانكم فهمتوا ك بلس. اذا كاتيون هنا ك بلس. دونك هذا هما لي ريبونس. تري بيان. شوازير parmi ces ions ceux qui ont une charge égale plus 2. دونك
parmi هاد لي زيون شكون هما اللي عندهم شارج بلوس 2؟ هما اللي يكون عندهم 2 بلوس. دونك شكون اللي عنده 2 بلوس؟ هذا عنده 2 بلوس وهذا عنده 2 بلوس، وهذا الشيء راه شرط ليه في الريزومي، عطاك الريزومي نافع بزاف، رجعوا ليه. دونك عندنا اف او 2 بلوس وعندنا زد ان 2 بلوس، هادو اللي عندهم لا شارج ديالهم كتساوي 2 بلوس 2. يعني قلت لكم كنجبدوا من هنا كنديروا بلوس كنضربوها في او في هذا العدد وكنضربوها في او، دونك هادو راه عندنا بلوس بلوس 2. Très bien. Complétez le tableau suivant. عندنا الصوديوم وعندنا الكروم. عندنا النيميرو اتوميك، عندنا النومبر ديال لي زيليكترون، عندنا لا شارج ديال النوايو، عندنا لا شارج ديال لي زيليكترون، عندنا لا شارج ديال الاتوم. اذا الصوديوم لو نيميرو اتوميك ديالو، دونك بما انه عطاني لي زيليكترون 11 عنده موان، عطاني لا شارج ديال لي زيليكترون هي موان 11، دونك غيكون عنده النيميرو اتوميك ديالو هو زاد، غيكون كيساوي 11، لان زاد شنو هو لو نومبر ديال لي زيليكترون او بيان لو نومبر ديال لي شارج بوزيتيف. شنو هذا نيميرو اتوميك زاد تيغال 11، النومبر ديال زيليكترون 11 سي كلير. شارج دو نويو دابا طلب مني لا شارج ديال النويو، هنا عطاني لا شارج ديال زيليكترون، دونك هي بلس 11 او، لان الفرق ما بين لا شارج ديال النويو ولا شارج ديال زيليكترون هو لو سين. الا كنت كنهضر على لا شارج ديال الاتوم، اما كنت كنهضر على لا شارج ديال الايون راه هضره اخرى. شارج دو لاتوم زيرو من طبيعة الحال، لأن لاتوم توجور إلكتريكمون نوتر. الكروم عندو 24 إلكترون، دونك زاد شحال تكون كتساوي ديالو؟ غتكون كتساوي 24 من طبيعة الحال. دونك بما أن عندو 24 إلكترون، تا لا شارج ديال النويو غيكون عندها 24، دونك هي بليس 24 أو. ولا شارج ديال الزيليكترون هي موان 24 أو. ولا شارج توتال ديال لاتوم كاملة هي زيرو، لأن لاتوم إلكتريكمون neutre. Ensuite, le numéro atomique de l'atome de soufre ou S et Z est égal à le nombre atomique de l'eau. L'atome de soufre pour gagner 2 électrons. Quelque chose qui peut être juste l'électron. Bah, certains ont un ion qui s'appelle sulfure. Écrire la formule chimique de ce et sulfure et donner son type formule de l'ion. Donc, on a la formule de l'ion, on a le type de l'ion. الفورميل قلنا ناخذوها ديما كناخذوها من لو سيمبول ديال لاتوم اللي هو اس، وقلنا بما انه الى غاني شحال 2 ربح 2، دونك غتكون 2 موان. لو تيب ديالو مونو مونو اتوميك مونو اتوميك. ديتيرميني لو نومبر دي زيليكترون دو ليون سولفير. دابا حنا كنهضروا على ليون ديال السولفير، لاتوم كان عنده 16 الكترون وربحات 2 شحال يوليو؟ يوليو 18 سي كلير. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ديتيرميني لو نومبر دو شارج بوزيتيف دون لا لو نويو دو ليون سولفير. دونك ديتيرميني لو نومبر دو شارج بوزيتيف دون لو نويو ديال ليون. لاتوم شحال كان عندهم شارج بوزيتيف؟ كان عندها 16، وملي ولات ايون شحال تغير داك العدد؟ ما غاديش تغير، اذا غيبقى هو هو 16. Calculer la charge de l'ion sulfure. Donc, je vais calculer la charge de l'ion sulfure, qui est la charge totale. Donc, il y a une stache qui est le centre, qui est le noyau. Naqis 18E. Donc, une stache E naqis 18E, il y a naqis juge de la charge de l'ion. Là, on peut dire que l'Oustad a dit calculer, c'est-à-dire qu'il y a un calcul. Je ne vais pas calculer E. Je vais calculer E en colonne. إلا قال لي اون كولوم ديك الساعة نعوض او بلا فالور ديالها، إلا قال لي ما قالش لي ما نعوضش باش بلا ما نضيع الوقت ديالي. أحمد أتخوفي دون ليكزارسيس 4 من طبيعة الحال، أحمد أتخوفي دون لو لابوغاتوار دو فيزيك 3 تيب دو بلاستيك. أحمد واحد التلميذ دخل أسيدي لابوغاتوار ديال الفيزيك، ما عرفش سرق السوارد الأستاذ ولا كيفاش داكشي. المهم دخل لابوراتوار ولقى واحد ثلاثة لي زيشونتيون، واحد ثلاثة القطع ديال البلاستيك البي اس و البي او و البي في سي، واخا بوغ لي زيدونتيفي باش نميزوهم باش يميز احمد هاد لي شونتيون. شنو دار؟ دار واحد لي تيست مي سي بلاستيك دون دو بيشي، خدا واحد جوج لي بيشي، البيشي الاولى و البيشي الثانية، دو لو دوس اي دو لو صالي، وحدة فيها لو صالي وحدة فيها لو
دوس. لكن تابع معي، ها الأولى هي هذه، هي هذه، هذه اللي فيها لو دوس، فيها الملعب، ودي فيها لو صالي. دوني لو نو دي بلاستيك بي اس بي او بي في سي. كنتمنى وكنظن انكم راكم عارفينهم. شنو هو البي اس؟ بولي ستيرين، كتبوا لي في لي كومونتير. بي او كتعرفوا السميات ديالهم، بولي ايثيلين، بي في سي، بولي كي لوغور دو فينيل، يعني الكلور كنبداو هي الاولى عاد الفينيل، حنا باش نرتبو فقط. واخا دوني دونك هادو كتعرفوا لي السميات ديالهم، عندكم في الدفتر وعندكم في الكتاب، وكتبوا لنا في لي كومونتير باش اللي ما عرفهمش يعرفوا. واضح؟ مزيان. لا كيسيون دو، دوني لو لوغو دو شاك تيب دو بلاستيك. البي اس عنده اللوغو ديالو، البي او عنده اللوغو ديالو، البي في سي عنده اللوغو ديالو. اللوغو سيدي هو المعنى ديالو، هو هذا هو المقصود باللوغو، داك تريونكل. لكن لاحظتوا انا ما رسمتوش مزيان، خصو يكون مثبت، يكون موزون، يكون مثلث. ها هي الطريقه باش ترسم، دير مثلث على شكل دا مثلث، ندير الاسهم صافي هكا. نفس الشيء عندك، تنسى ما ديرش الاسهم، ضروري دير الاسهم، سي اوبليغاتوار. ما درتش الاسهم ما درتي والو صافي، وساليت اللوغو مازال ما ساليش. لو بي اس عنده الرمز ديالو، الرقم ديالو 6، خصو تحفظو. بي او عنده الرقم ديالو 2، والبي في سي عنده الرقم ديالو 3. دونك الرقم ديالو 3، سي كلار. باش تعقلوا عليهم، 6 كتشبه الاس ياك، اس كتشبه 6، هاي 6. بي او كيشبه او كتشبه 2، هاي هي 2. بي في سي فيه 3 الحروف، هي 3 صافي. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ايوا سيدي، من بعد قال لك دون ديتيرميني لي نون دي ماتيريو بلاستيك ا بي سي اون اوتيليزون لي ريزولطا دو ليكسبيريونس. دابا عاد الهضره اللي قال لي ليكسبيريونس غنستعملها في هذا السؤال، اذا شي كول عنده علاقه بالدرس. ايوا سيدي، عندنا واحد الماده حنا كنعرفوها كطلع فوق الماء العذب، ها هي طلعت فوق. شكون الماتيريو من بين الثلاثه اللي كيطلع فوق الماء العذب؟ هو البي او. دونك ثلاثة راه هي البي او صافي، والبي. وعندنا واحد يطفو فقط فوق الماء المالح اللي هو لو بي اس، دونك سي هو البي اس، دونك سي هو البي اس. دونك هذا اللي نزل لتحت راه هو البي في سي صافي، بلا ما نديرو ليه لو تيست ديالو، لأن هو الثالث اللي عندنا. شنو بقى لينا؟ سالينا. تبارك الله عليكم وبالتوفيق، وبغيتكم ان شاء الله تجيبوا نقاط ممتازة، واللي حصل على نقاط ممتازة يجي ويرجع لهاد لا فيديو ويكتب لينا، وكاع لي فيديو اللي شاف ويكتب لينا النقطة اللي حصل عليها، واش استفد ولا ما استفدش. باش كذلك الا كانت عندكم اقتراحات الله يرضى عليكم في طريقة التصحيح، كيفاش نتعامل مع التصحيح باش تستافدوا، الغاية ديالنا ان شاء الله يستافدوا الطرق اللي بغيتو والطرق اللي كتجيكم سهلة. وكما قلنا الهدف ديالنا ان شاء الله تبارك وتعالى هو الحصول على 20 على 20 جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.